ترند الامطار الغزيره دلوقتي هو اللي شغال على تويتر. تحس كده ان في غزاره في التويتات، يعني التويتات الغزيره دي اكتر مليون مره من توقعات الارصاد للامطار الغزيره. الحكايه بدات من كام يوم، قال لك يوم الثلاث الجاي رعد وبرق وسقعه وامطار غزيره وصواعق، يعني حسسونا كده ان ده هيبقى يوم مصغر ليوم القيامه، لدرجه ان الناس يعني بقى اللي بقى نازل لابس له اربع خمس ست جواكب، واللي لابس بطانيتين ونازل بيهم، واللي قاعد عياله من المدارس، واللي ما راحش الشغل واجز، واللي طلق مراته عشان السقعه، ويعني الناس كلها خدت كل احترازاتها، واللي صب بيته عشان خاطر المطره ما تسربش، واللي قاعد يسلك المزراب بتاعه عشان خاطر تبدا تتدفق منه المياه، واللي فتحوا البلاعات في الشوارع، واللي حطوا كتب ورق على اعمده النور ممنوع لمس الاعمده الكهربائيه عشان الكهرباء، والناس خلاص تاهبت ان النهارده هيبقى يوم مش عادي. طيب وبعدين العشاء اتدنت على فكره يا جماعه، وصلناها جو حر عرق، بس ريحتها طلعت بقت قرف من كتر العرق، ناس مشتاقه بعضيها، ناس مشتاقه هدومها. طب في ايه دي رساله لهيئه الارصاد، ايه يا جماعه في ايه؟ لكن انا عندي الحقيقه، او ربما ده تحليل وربما يكون ده المنطق، ده ربما تكون يا جماعه التوقع ده ما كانش توقع بقدر ما هو كان رؤيه من مثلا رئيس هيئه الارصاد، من حد مسؤول كبير في هيئه الارصاد، شايف ان يوم الثلاث ده يا جماعه يوم من الايام اللي ممكن يكون فيه رعد وبرق، وحس بحاجه غريبه كده وصحي لقى الفجر بيد، فقال لك بس امسك على الحلم ده وثبته، يبقى اكيد يوم الثلاث ده هيبقى يوم مش سهل ويوم ربنا اعلم بيه. فالموضوع هو يا جماعه يعني اجتهاد. وبعدين يعني اصلا هي ليه هي الناس هتكفروا؟ هتكفروا هيئه الارصاد دي يا جماعه مجموعه من المنجمين، فهل انتوا بقى يعني هتسيبوا بقى؟ هو حد عارف الغيب؟ عارف حد عارف الغيب في ايه؟ حد عارف بكره يبقى في ايه؟ سبحان الله يا اخي سبحان الله، هنكفر؟ وبعدين هيئه الارصاد دي مجموعه من المنجمين، وكذب المنجمون ولو صدقوا يا اخو، يعني حتى لو صدقوا السنين اللي فاتت فهم برضو منجمين، يعني كذابين، محدش يسمع الكذابين، محدش بقى يطلع يقلش عليهم ويقول لك هيئه الارصاد فين والكوميكسات اللي شغاله اليومين دول، فهم كذابين، فبعد اذنكم ما تسمعوش كلام الارصاد تاني. ومشوا كده كل واحد واجتهاده، يا اخي استفت قلبك يا اخي، قوم الصبح كده واستفت قلبك وصفي قلبك مع ربنا ركعتين الصبح، هو يقول لك الدنيا فيها ايه، وسيبك بقى من شغل المنجمين. صحيح رزق الهبل على المنجمين.